Welcome back my dear students. أهلا وسهلا فيكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف الأول ثانوي 11th grade. إحنا وصلنا في students book إلى page 9، هاي الصفحة اللي وصلناها مع بعض في هاي البيج. Okay, this page in the students book، في كتاب الطالب. إذن إحنا رح نشتغل على هاي الصفحة. هاي الصفحة طلابي الأعزاء إحنا وصلنا فيها لهذا التمرين اللي هو موجود معانا في هذا السفاي الصفحة. هذا التمرين طلابي الأعزاء اللي بيحكي لك writing، اللي هي إيش؟ كتابة. writing، write two paragraphs، اكتب فقرتين. two paragraphs عن إيش نكتب الآن؟ write two paragraphs، إذا راح يكون عندنا فقرتين. about، كلمة about يعني عن. two activities، أيوة كلمة two activities يعني نشاطين، بدك تكتب عن نشاطين أنت بتعملهم. you، أنت. and your family، وعائلتك. do، تقوم بهما. together، معا. to relax، to relax لتسترخي. إذا بدك تكتب عن الاسترخاء. خلينا نأخذ هذا السؤال على هاي على الوايت بورد ونبدأ الآن نحل هذا السؤال مع بعض. خلينا نشوف السؤال مرة ثانية. write two paragraphs، اكتب فقرتين. about two activities، عن نشاطين. about two activities معناها عن إيش؟ عن نشاطين. about two activities you and your family do together to relax. الآن إذا إحنا نكتب عن relaxation. relaxation اللي هو الاسترخاء. relaxation، إذا هذا العنوان relaxation. أوكي طيب، كمان إيش نكتب؟ بدنا نكتب عن نختار نشاطين مثلا. تختار مثلا نشاطين يعني two activities فقط، يعني كل activity تخليها بفقرة. مثلا خلينا نكتب عن doing exercise. doing exercises اللي هو عمل التمارين، القيام بالتمارين. doing exercises عمل التمارين. طيب ممكن كمان نشاط ثاني walking on the beach مثلا، او بما انه هاي doing exercise مثلا نشاط ثاني reading books. reading books يعني قراءة ايش؟ الكتب. خلص إذا حددت أنا النشاطين اللي راح أشتغل عليهم. هذا النشاط رقم واحد نمبر 1 راح يكون بالفقرة الأولى، وهذا النشاط راح يكون بالفقرة الثانية. تمام، هاي رسمت المخطط في ذهني. راح أكتب عن relaxation، راح أكتب عن doing exercises اللي هو العمل التمارين، وراح أكتب عن reading books، راح أكتب عن إيش؟ الآن ببدأ الفقرة بالعنوان الأول. أوكي مثلا relaxation is important for everyone، يعني مهم بالنسبة لكل شخص. مثلا relaxation has become a priority، أصبح إيش؟ أصبح أولوية. relaxation has become a priority، أصبح أولوية. خلينا نشوف الآن كيف بدي أكتب بالطريقة هاي. ممكن نحكي طبعا بدأ الآن طبعا بداية الفقرة الأولى بهذا الطريق، بهاي الطريقة. ممكن تحكي relaxation، أو مثلا there are many ways to relax، or there are many activities that I and my family do to relax. there are، ممكن تبدأ بهذه الطريقة. there are many ways or activities okay that، طلعهم that، لاحظ هون تركت فراغ، لاحظ انا بديت هون فراغ تركت، بعدين ببدا هون. that I and my family do، نقوم بها. together، لاحظ بديت من العنوان together، to relax. بحط نقطة هون. إذا هاي الجملة الأساسية بسميها topic sentence. There are many activities that I and my family do together to relax. Okay. One of them، أحد هاي one of these activities أحد هاي النشاطات activities. Okay. Activities أحد هاي النشاطات is
مثلا اللي ايش حكيت عن الان تحكي مثلا doing exercises اللي هو عمل النشاط doing exercises is doing exercises doing exercise يعني اللي هو القيام بالتمارين doing exercise doing exercise عمل التمارين القيام بالتمارين. إذن هاي الفكرة اللي أنا بدي أتكلم عنها النشاط اللي بدي أتكلم عنه اللي هو doing exercise. الآن ببلش أكتب هان النقطة اللي مثلا بنحكي عن أهمية doing exercises. شو مثلا مهمة doing exercises؟ doing exercise القيام بالتمارين it ممكن نحكي مثلا it helps your thinking أو مثلا it improve your thinking it improves your thinking ايش مالها بتطور تفكيرك بتحسن تفكيرك it improves your thinking. اوكي الان we متكلم عن انفسنا مثلا we walk الاكسرسايز اللي بنعملها we walk on the beach مثلا نتمشى على الشاطئ on the beach اوكي every day also ايضا we run we go for run we go for run okay these exercises هذه التمارين these exercises اللي هو المشي والركض these exercises okay promotes our health يعني بتحفز وبتضبط الصحة عنا promote our health okay حطوا هون في الستوب الان بكمل so exercises so it is a good way so or thus ولذلك thus exercises or مثلا exercise بشكل عام exercise is a good activity okay الان هنا مثلا is a good activity is a good activity is a good activity to relax خلص كتبت هاي الفقرة الأولى خلص الفقرة الأولى الآن بدي أنتقل للفقرة الثانية بدي أنتقل على طول أروح على الفقرة الثانية كتبت عن الـ doing exercise بدي أكتب مثلا عن reading books الفقرة الثانية خليها عن reading books مثلا قراءة الكتب تشعرني بالاسترخاء relax I feel relaxed when I read books when I read stories for example listening to for something استماع لشيء مثلا I feel relaxed okay فأنت بتختار النشاط اللي بدك إياه وبتبدأ تكتب الآن مثلا نكتب هون خلينا نمسح هاي الفقرة الآن هاي الفقرة اكتبوها الفقرة الثانية بمسح هاي وبكتب وراها طبعا راح أكتب هون بس عشان إيش المكان فراح نكتب فقرة ثانية نمسح هذا الكلام الفقرة الثانية ببدأها بهذا الشكل another activity يعني نشاط آخر another activity that we do that I do okay I do is reading books قراءة الكتب okay I read stories and novels اقرا القصص والروايات they okay help me to relax okay and reduce stress تساعدني في الاسترخاء والتقليل من التوتر والضغط reduce stress اوكي كمان عندك مثلا ممكن تحكي reading another activity that I do is reading books I read stories and novels
They help me to relax and reduce stress. I read books, أقرأ الكتب that I like, اللي بحبها. أقرأ الكتب إيش اللي بحبها, that I like, اللي أقرأ الكتب التي أحبها. So in conclusion, finally, في النهاية, finally, حط هنا فاصلة الآن أكمل بالشكل هذا. Finally, doing exercise, بحط جملة تلخيصية, doing exercise and reading books وقراءة الكتب help me or help us to relax. خلاص هيك أنا. طبعا هون أنت لازم تكون إيش عامل, يعني طريقة أن تكون ما يطلع على الهاي, لكن أنا كاتب هذا الشكل. أوكي, هذا التمرين طلابي الأعزاء حليناه بهذا الشكل وبهاي الطريقة. ننتقل الآن للتمرين اللي بعده. هون عندنا التمرين اللي هو عبارة عن listening, استماع. عندنا هون before وعندك after بعد. listening, استماع. You are going to, خلينا نسمع نشوف نقرأ الدرس. You are going to listen to a patient speaking, راح تستمع إلى شخص مريض, a patient speaking, يتكلم about his experience, عن إيش, عن تجربته, about his experience, عن إيش, عن تجربته في experience at the lung and sleep center in Amman, يعني في مركز اللي هو المركز المتخصص في النوم والرئة, مشاكل الرئة ومشاكل النوم. هذا المركز موجود في عمان. Look at the photographs, انظر إلى الصور. What is the difference between the two, شو الفرق بين الصورتين؟ لو طلعنا على الصورتين طلابي الأعزاء, هاي الصورة, لاحظوا this picture, this man, this one can't sleep, يعني مش قادر انه ينام. Okay, he can't sleep but here, look here, after, بعد ذلك, he is sleeping soundly, يعني نايم بعمق, sleeping soundly. Okay, لاحظ هون before, هون عندك after, before after, هاي الصورتين. الآن خلينا نشوف هذا الفرق بين, what do you think happened, happened this one before, he can't sleep. In this picture, he couldn't sleep. ما كان مستطيع أنه ينام. But now he can sleep. لكن الآن he can sleep soundly. ينام بعمق. إذن هذا الفرق بين الصورتين. This he can't sleep. ممكن تحكي مثلا he couldn't sleep. ما كان باستطاعته أنه ينام. He couldn't sleep. Okay, he couldn't sleep. Soundly, he couldn't sleep soundly. لم يكن يستطيع إنه ينام بعمق. But now he can sleep soundly. ينام بعمق. الآن, sorry, soundly. He can sleep soundly. ينام بإيش؟ بعمق. طيب هاي الصورتين عرفناهم. الآن هنا راح نستمع. Listen to the patient, استمع إلى المريض. كلمة patient, هاي طلاب الأعزاء, هاي الكلمة patient يعني مريض. Speaking, متحدثا, about the lung and sleep center, يتحدث عن مركز النوم والرئة. Okay, and answer the following questions, وأجب على الأسئلة التالية. خلينا نشوف الأسئلة. What is sleep apnea? Okay, ما هو sleep apnea? How did اللي هو يعني, how did the center help this patient, كيف المركز يساعد أو ساعد هذا المريض sleep better at night. Do you know anyone, هل تعرف أي شخص, who suffers, الذي يعاني, suffer, كلمة suffer معناها يعاني, suffers from a sleeping disorder, اضطراب النوم. كلمة disorder معناها اضطراب. How do you think this center could help them, كيف بيستطيع هذا المركز أنه يساعدهم. How far do you agree, يعني كم أنت بتوافق with this statement, مع هذه المقولة. Sleep centers مراكز النوم, sleep centers are a waste of time, هي مضيعة للوقت. And people should work out their problems, لازم يعالجوا مشاكلهم with insomnia. Insomnia هي عدم القدرة على النوم, القلق وعدم القدرة على النوم, insomnia. الآن خلينا نستمع لهذا النص مع بعض.
اوكي الان راح نستمع للنص ونشوف كيف راح نجاوب على هاي الاسئله. Module 1, page 10, exercise 2. I first went to the lung and sleep center in Amman when my friend Karim told me about it. I was suffering from a lack of sleep. I later found out that what I had was called sleep apnea. I involuntarily stopped breathing during my sleep, which woke me up all night. It also caused me to snore and many times face insomnia. Insomnia is the inability to fall asleep. I felt so uncomfortable that I used to have a hard time falling asleep at night. The center helped me deal with these sleeping disorders. I went to the lung and sleep center at the beginning of the week, and by the weekend, I was ready to go back home and have a good sleep. They taught me to live healthily and exercise regularly to monitor my breathing. At the center, I also learnt that the position in which I sleep is important. It makes sure I am getting enough oxygen into my lungs to breathe well. Taking enough oxygen in while you sleep is important because it keeps you well rested and healthy. Since my visit to the center, I have been sleeping much better and feeling more energetic during the day. اوكي احنا استمعنا المرة الأولى للنص، الآن راح نستمع كمان مرة ونشوف كيف راح نتمكن من حل الأسئلة، خلينا نشوف مع بعض. Module 1, page 10, exercise 2. I first went to the lung and sleep center in إذا لاحظوا شو بحكي، I first went to the lung and sleep center، يعني أول مرة بروح فيها للي هو المركز هذا المتخصص في مشاكل النوم والرئة، أول مرة بروح فيها إله. أمان. إن أمان، إذا where is it؟ Where is it؟ وين موجود؟ إن أمان، لاحظ عمالي أنا بستمع وبلتقط معلومات. Friend Karim told me about it. So who told him about it؟ مين اللي حكى له عن هذا المكان؟ اللي هو كريم. Who told it؟ كريم. I was suffering from a lack of sleep. I was suffering كنت بعاني from a lack of sleep من قلة النوم. كان بعاني من قلة النوم. I was suffering from a lack of sleep. كنت أعاني من قلة النوم. I later found out that what I had was called sleep apnea. I later found out فيما بعد اكتشفت. I later found out that what I have is called sleep apnea. إنه اللي عندي اسمه sleep apnea. خلينا نشوف شو هذا sleep apnea. Sleep apnea. شو يعني sleep apnea؟ اللي هو نسألنا عن what is sleep apnea. I involuntarily stopped breathing during my sleep. I involuntarily. إيش يعني involuntarily؟ بشكل لا إرادي. I involuntarily stopped breathing during sleep. إذن هنا لما نيجي نجاوب على هذا السؤال. I involuntarily stopped breathing. What is sleep apnea؟ هنا بحكي لي what is sleep apnea؟ بعد ما أنا استمعت. Stop breathing اللي هو stop التوقف عن التنفس. معنى sleep apnea عدم القدرة على التنفس أثناء النوم. Stop breathing توقف عن التنفس during خلال هون نكتب during sleeping خلال النوم. إذن أنا منين جبت هذا التعريف؟ من النص المسموع سمعتها لقطت المعلومة وحكى هو sleep apnea اللي هو هذا المصطلح. إيش معناته؟ stop breathing during sleep. Stop breathing اللي هو التوقف عن التنفس أثناء النوم. إذا شفتوا كيف طلابي أنا بتعامل مع النص؟ إذا بسمع المعلومة وبحاول ألتقط، ممكن أسمع من أول مرة، من ثاني مرة، من ثالث مرة، حسب إيش؟ حسب قدرتك على فهم النص. طيب نكمل النص. إذا بنعيدها من هون، خلينا نعيد اللقطة هاي. نسمع. I later found out that what I had was called sleep apnea. I involuntarily stopped breathing during my sleep. Involuntarily stopped breathing during my sleep. Which woke me up all night. Which woke me up during night. اللي خلاني مستيقظ يعني أيقظني هذا العدم القدرة على التنفس جعلته متيقظ طوال الليل. The whole night. It also caused me to snore and It also caused me to snore. كلمة snore اللي هي معناها الشخير، اللي هي معناها يشخر،
اللي هو يعني صوت مزعج أثناء النوم. snore هذا السليب أبنية سبب له إيش؟ snore. Many times face insomnia. Insomnia is the inability to fall asleep. أها insomnia. إيش معنى insomnia؟ عدم القدرة على النوم. Insomnia is inability to fall asleep. هي عدم القدرة على إيش؟ على النوم. I felt so uncomfortable that I used to have a hard time falling asleep at night. I found so uncomfortable. يعني شفت إنه ما برتاح إني لما أنام بشكل مريح. The center helped me deal with these sleeping disorders. The center helps me to deal with these sleep disorders. أيوة. المركز ساعدني. طلاب الأعزاء هذا السؤال. هاي. السؤال هذا شو بيحكي لك؟ How did خلينا نوضح لكم السؤال. هذا السؤال هي How did كيف the center help this patient ساعد هذا المريض sleep better at night. كيف ساعد إنه ينام في الليل؟ لاحظ أنت أنا بحكي لك the center helps me to sleep to help me sleep. خلينا نشوف الآن كيف بدي أجاوب على هذا السؤال. نرجع النص كمان مرة. رجع من هون the center helps me. أوكي بنسمع. Insomnia is the inability to fall asleep. I felt so uncomfortable that I used to have a hard time falling asleep at night. The center helped me deal with these sleeping disorders. I went to the lung and sleep center at the beginning of the week, and by the weekend, I was ready to go back home and have a good sleep. They taught me to live healthily and exercise regularly to my... They told me to live healthily and exercise regularly. أخبروه أنه يعني إيش to live healthy أن يعيش بشكل صحي يعني يأكل أكل صحي ويعيش بطريقة صحية ويقوم بالتمارين والرياضة. Monitor my breathing. At the center, I also learnt that the position in which I sleep is important. The position كمان اللي هو طريقة النوم. The position in which I sleep is important. طريق الجنب اللي بنام عليه أو الطريقة اللي بنام فيها كمان is important. مهمة جدا. It makes sure I am getting enough oxygen into. It makes sure يعني بتخليك تتأكد that I am getting enough oxygen يعني إني بحصل على أكسجين كافي. تأكد إنك أنت خلال النوم تحصل على أكسجين كافي. Enough oxygen. My lungs to breathe well. Taking enough oxygen in while you sleep is important. Taking enough oxygen while you sleep is important. إنك تأخذ أكسجين كافي خلال النوم هذا مهم جدا. Because it keeps you well rested and healthy. Because it keeps you well rested and healthy. لأنه بيخليك أنت مرتاح وصحي. إذا أخذ الأكسجين taking enough oxygen during sleep keeps you well rested and healthy. Since my visit to the center, I have been sleeping much better. Since my visit to the center, منذ زيارتي إلى هذا المركز, I have slept much better. يعني صار عنده النوم أفضل. And feeling more energetic during the And feeling more energetic. صرت أشعر بالطاقة أكثر. Today. هذا هو النص كامل. كمان مرة نسمع مرة Module. ثانية. Module 1. نسمع مرة ثانية. Page 10. Page 10. Exercise 2. I first went to the lung and sleep center in Amman when my friend Karim told me about it. I was suffering from a lack of sleep. I later found out that what I had was called sleep apnea. I involuntarily stopped breathing during my sleep, which woke me up all night. It also caused me to snore and many times face insomnia. Insomnia is the inability to fall asleep. I felt so uncomfortable that I used to have a hard time falling asleep at night. The center helped me deal with these sleeping disorders. The center helps me deal with sleeping disorders. إذا نكتب جواب السؤال رقم 2 راح أكتبه على مكان ثاني. How did the center help this patient sleep better at night? كيف ساعده إنه ينام في الليل؟ كيف ساعده؟ طلعوا نسمع الآن شو الإجابة. I went to the lung and sleep center at the beginning of the week, and by the weekend I was ready to go back home and have a good sleep. ممكن نسمعها مرة ثانية. The center helped me deal with these sleeping disorders. The center helps me deal with sleeping disorders. إذا نكتب هون رقم 3 نمسح هذا الكلام. Exercise 3 رقم 3. It helps him. It helps him. It
helps him. Okay, helps him dealing with sleep or sleeping disorder. Disorders اللي هي اضطرابات النوم. It helps him to deal with sleeping disorders. It helps him dealing with sleeping disorders. يساعده في التعامل مع اضطرابات النوم. Okay. ننتقل الآن للسؤال اللي بعده. I went to the lung and sleep center at the beginning of the week, and by the weekend, I was ready to go back home and have a good sleep. They taught me to live healthily and exercise regularly to monitor my breathing. At the center, I also learnt that the position in which I sleep is important. It makes sure I am getting enough oxygen into my lungs to breathe well. Taking enough oxygen in while you sleep is important, because it keeps you well rested and healthy. Since my visit to the center, I have been sleeping much better and feeling more energetic during the day. Okay, هذا النص كامل. Number هذا السؤال اللي حليناه. لا, السؤال number two. هذا رقم sorry. هذا رقم اثنين اللي هو number two. إذن هنا هذا جواب السؤال رقم اثنين number two. طيب. نرجع للسؤال هون رقم ثلاثة number three. Do you know anyone who suffers from a sleeping disorder? هل تعرف شخص يعاني من sleeping disorder? Yes, I know my friend. مثلا ممكن تحكي my friend يعني إيه صديقي مثلا my friend sleeping he has sleeping or my brother ممكن تحكي my brother يعني حسب أو I don't know my brother. Okay. طيب, how do you think this center could help him? كيف ممكن هذا يساعده المركز؟ كيف ممكن يساعده؟ Tell him about how to sleep, for example. نكتب هون. Number three. It can tell him how to sleep. Okay. And monitor. His breathing, يتحكم في تنفسه. His breathing, okay. Doing exercise, it can tell him to do exercises, to do أو مثلاً to live healthily أن يعيش بشكل صح healthily بشكل إيش صحي and do exercise. طيب, number four. How far do you agree with this statement? كم بتوافق مع هاي المقولة اللي هو sleep center are a waste of time, اللي هو مراكز النوم هي مضيعة للوقت, and people should work out their problems, والناس لازم هم يعالجوا مشاكلهم with insomnia اللي هي عدم القدرة على النوم. هذا number four. I don't agree. ممكن تحكي جاوب تحكي I don't agree with this statement. I don't agree with this statement. اللي هو number four, exercise four. اللي هي how far do you agree with this statement? Sleep centers are a waste of time. المراكز النوم هي مضيعة للوقت. People should work out their problems with insomnia. ممكن تحكي I don't agree with this saying. I don't agree with I don't agree with this statement. Okay, مرة ثانية. Okay, this statement. I don't agree with this statement. يعني لا أتفق مع هاي العبارة. Okay. This center. هذا المركز. This center. هذا المركز. Can help many people, many patients مثلا, كثير من المرضى, many patients, كثير من المرضى. Okay. طيب, ننتقل الآن إلى السؤال اللي بعده اللي هو vocabulary. Complete the sentences with the correct words from the box. One word is not needed.
أكمل النص بإحدى الكلمات. عندنا أول شيء كلمة لاك اللي هي نقص، snores اللي هو يشخر، الشخص الذي يشخر يصدر الشخير، insomnia عدم القدرة على النوم، insomnia عدم القدرة والقلق على في النوم، insomnia الأرق، insomnia، inability عدم القدرة، disorders معناها الاضطرابات، monitored معناها يتحكم، أبنية اللي هي عدم القدرة على التنفس أثناء النوم، أبنية عدم القدرة على التنفس. ننتقل لنمبر 1. I can't sleep well because my brother very loudly. I can't sleep well. لا أستطيع النوم جيدا. Because my brother snores. إذا نحكي هان كلمة snores. Snores very well. Loudly. بشكل عالي. The doctor, number 2. The doctor, the patient's oxygen levels all night. يراقب، monitored بمعنى يراقب. إذن هون نحط كلمة monitored. إذن هاي رقم 2 نكتب إيش؟ monitored اللي هي معناها تحت، يضع تحت المراقبة، monitored بمعنى يتحكم أو يضع تحت المراقبة. patient oxygen levels مستويات تنفس الأكسجين في الليل. a of oxygen in the lungs الأكسجين في الرئة can affect your sleep ممكن يأثر على النوم اللي هي a lack. إذن هون نكتب lack. A lack of oxygen. Sleep happens when there isn't enough oxygen going into your lungs. Sleep happens when there isn't enough oxygen going into your lungs. Sleep اللي هو عدم القدرة على النوم. Sleep inability. هون ممكن تحكي sleep inability. أو sleep disorder, sleep inability عدم القدرة. إذا هم نكتب inability أوكي اللي هي معناها عدم القدرة على. يحدث when there isn't enough oxygen لما بيكون عندك ما في أكسجين going into your lungs. لا هنا sorry sleep apnea. هنا sleep apnea اللي هو sleep apnea لما يكون عندك عدم القدرة ما يكون عندك أكسجين اللي هي sleep apnea. Sleep apnea. Okay. Sleep apnea. اللي هي هاي. Sleep apnea happens when there isn't enough oxygen going into your lungs. Number 5. Sarah went to the center because of her to sleep inability. إذن هنا إيش؟ Inability. اللي هي عدم القدرة. Inability. I can't sleep at night last night and I feel tired وأشعر بالتعب. All day طوال اليوم because of بسبب إيش insomnia. إذن هون نكتب insomnia اللي هو عدم القدرة على النوم. طيب comprehension listen again and complete the sentences استمع مرة ثانية وأكمل الجمل. He would involuntarily يعني بشكل لا إرادي stop breathing يتوقف عن التنفس during his sleep which أيوة في عنا هون تكملة لهاي الجملة. طيب number 2 insomnia is the lung and sleep center helped him ساعده deal taking enough oxygen in while you sleep is important because بدك تكمل هاي المقولات. خلينا نشوف نسمع النص مرة ثانية ونحاول نكمل. Talking about it. I was suffering from a lack of sleep. Page 10, exercise 2. Yes. I first went to the lung and sleep center in Amman when my friend Karim told me about it. I was suffering from a lack of sleep. I later found out that what I had was called sleep apnea. I involuntarily stopped breathing during my sleep, which woke me up all night. Which woke me up. إذن هنا الكلمة شو هي؟ Which woke me up whole night يعني طوال الليل whole night. Okay, نكمل. 8. It also caused me to snore and many times face insomnia. Insomnia is the inability to fall asleep. أيوة insomnia هاي. Insomnia is the inability okay to fall asleep عدم القدرة على النوم to fall asleep
اوكي هاي تعريفها. طيب نكمل. I felt so uncomfortable that I used to have a hard time falling asleep at night. The center helped me deal with these sleeping disorders. The center هون عندك the lung and sleep center helped me deal with sleeping. نكتب هون with sleeping disorders. Sleeping اللي هي اضطرابات النوم. Disorders اللي هي اضطرابات ايش النوم. طيب نكمل. I went to the lung and sleep center at the beginning of the week, and by the weekend, I was ready to go back home and have a good sleep. They taught me to live healthily and exercise regularly to monitor my breathing. At the center, I also learnt that the position in which I sleep is important. It makes sure I am getting enough oxygen into my lungs to breathe well. Taking enough oxygen in while you sleep is important. Is important ليش؟ because it keeps you well rested and because it keeps you. إذا هون الجواب taking enough oxygen in while you sleep is important because it keeps you well rested. Okay إيش كمان well rested؟ نعيدها مرة ثانية. Taking enough oxygen in while you sleep is important because it keeps you well rested and healthy. And healthy. إذا well rested and healthy. إذا بنكتب هون and healthy. يعني بتكون إيش إنسان صحي. And healthy. تمام؟ إذا هيك إحنا كملنا النص كامل. نسمع مرة ثانية نكمل. Since my visit to the center, I have been sleeping much better and feeling more energetic during the day. اوكي نسمع نتأكد من إجاباتنا مرة ثانية. Again, listen again. Module 1, page 10, exercise 2. نعم. I first went to the lung and sleep center in Amman when my friend Karim told me about it. I was suffering from a lack of sleep. I later found out that what I had was called sleep apnea. Yes. I involuntarily stopped breathing during my sleep, which woke me up all night. It also caused me to snore and many times face insomnia. Insomnia is the inability to fall asleep. I felt so uncomfortable that I used to have a hard time falling asleep at night. The center helped me deal with these sleeping disorders. I went to the lung and sleep center at the beginning of the week, and by the weekend, I was ready to go back home and have a good sleep. They taught me to live healthily and exercise regularly to monitor my breathing. At the center, I also learnt that the position in which I sleep is important. It makes sure I am getting enough oxygen into my lungs to breathe well. Taking enough oxygen in while you sleep is important because it keeps you well rested and healthy. Since my visit to the center, I have been sleeping much better and feeling more energetic during the day. Excellent. That is يعني هذا استمعنا مرة ثانية إله وعرفنا الإجابات. لاحظ طلابي الأعزاء إنه أنا بستمع وبلتقط الإجابة وبكتبها. إذا لازم أنت تستمع جيدا للنص. لاحظوا إنه عدناه أكثر من مرة حتى نتمكن من حل السؤال. Quotation اللي هي طبعا اقتباس. Read the quotation. اقرأ الاقتباس. Do you agree with it؟ هل توافق مع هذا الاقتباس؟ Why؟ Why not؟ لماذا؟ لماذا نعم ولماذا لا؟ Translate ترجم the quotation into Arabic. ترجم ال quotation هذا إلى العربي. Early to bed. Okay خلينا نكبرها. هذا هو early to bed يعني مبكرا إلى النوم. نام بكير. Early to rise وإصحى بكير makes you healthy تجعلك صحي. Wealthy and wise يعني شوف الصحة كيف بتصير وشوف الرزق والثروة والحكمة اللي راح تكسبها. Early to bed مبكرا للنوم. Early to rise يعني الاستيقاظ مبكرا للشروق. To rise makes you healthy تجعلك إنسان صحي. Wealthy يعني غني عندك ثروة. And wise وحكيم. Benjamin Franklin صاحب المقولة. Benjamin Franklin leader of US independence قائد الولايات المتحدة الأمريكية استقلال independence
17 and 7 من عام 1770 CE اللي هي معناها common era اللي هي الفترة الميلادية to 1790 CE. إذن هاي هي المقولة. Do you agree? Yes, I agree. I agree. يعني وافق رأي. خلينا نكتب في هذا المكان. Yes, I agree. هل توافق مع هذه المقولة؟ الإجابة I agree. I agree. Okay. I agree with this quotation. أوافق مع هذا الرأي. Yes, I agree. Why? Because when you sleep early, you sleep early. لما بتنام بكير, you will. Okay, هون نشيل هاي. When you sleep early, because when you sleep early, you will get up early. ستصحى إيش مبكرا. And you will be healthy. Will be healthy. Okay. Also, أيضا, you will go to your work. To your work early. ستذهب إلى عملك إيش مبكرا. هاي إجابة على هذا السؤال. I agree because when you sleep early, you will get up early. لما بتنام مبكر راح تصحى بكر. And you will be healthy. وستكون إنسان صحي. Also, you will go to your work early. هيك طلاب الأعزاء, إحنا بنكون خلصنا هاي الصفحة اللي هي page 10 في هذا الكتاب, يعني page 9 and 10. خلصنا الصفحتين اللي هما page 9 and 10. أوكي, بتبقى علينا إيش نكمل إن شاء الله الصفحات الباقية اللي هي صفحة page 11 في الدرس القادم طلابي الأعزاء. يعطيكم العافية and bye bye for now and see you then 11th grade.